السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. ملتقى في العاصمة نواكشوط يبحث دور الإعلام في ترقية التعليم بعد سابعة من انتهاء عام التعليم والتكوين في موريتانيا. موريتانيا توقع اتفاقية تعاون مع تشاد في المجال الصحي تسمح للتشاديين بتلقي العلاج بمركز أمراض السرطان في نواكشوط. مبادرة إنصاف تحتج أمام القصر الرئاسي في نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل الموريتاني بغوانتنامو محمد دول صلاحي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نظم ائتلاف منظمات المجتمع المدني ملتقى بنواكشوط حول دور الإعلام في ترقية التعليم بمشاركة بعض التربويين والعاملين في الحقل التعليمي إضافة إلى عدد من الصحفيين. ويبحث الملتقى الذي يأتي بعد سابعة من انتهاء عام التعليم والتكوين في موريتانيا، يبحث واقع التعليم في موريتانيا وأبرز التحديات والمشاكل التي يعاني منها. هذه الورشة تنظمها ينظمها ائتلاف منظمات المجتمع المدني للتعليم، والغرض منها هو تعبئه الحقل الصحفي والاعلامي الموريتاني حول واقع التعليم، تشخيص التعليم واظهار كبريات المشاكل المطروحه على هذا القطاع له من اجل ايجاد لها حلول واناره الراي العام عليها. وصفت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي حصيلة سنة التعليم بأنها لم تحمل أي جديد للأستاذ على المستوى المادي والمعنوي. وانتقد بيان للنقابة تأخر دفع مستحقات الأساتذة وعدم التعاطي مع تظلماتهم، محذرة من إقرار نظام الأسلاك بغير الصيغة التوافقية بين النقابات ووزارتي التهذيب والوظيفة العمومية. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. بيان جديد للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تعتبر فيه أن سنة التعليم لم تحمل أي جديد للأستاذ، وتقول إنها قد مرت دون أن يحصل أي تحسن على المستوى المادي أو المعنوي للأساتذة. ويضيف بيان النقابة جملة من النقاط التي يعتبر أنها تؤكد استمرار وضع أساتذة التعليم الثانوي على ما هو عليه، من بينها التأخر في تسديد رواتب الخريجين بعد 3 أشهر من العمل، والتأخر في دفع علاوات الطبشور والبعد، وعدم دفع علاوات الرقابة العامة وإدارة الدروس للمشمولين بمذكرات الترقيات منذ العام 2014 وحتى الآن. كما انتقد البيان ما قالت النقابة إنه عدم التعاطي مع أي من التظلمات التي رفعتها، وعددت من بينها التحويل التعسفي وغياب معايير موضوعية موحدة في مذكرة المراقبين العامين ومديري الدروس للعام 2015. النقابة حذرت أيضا في بيانها الجديد من إقرار نظام الأسلاك بغير الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين نقابات التعليم ووزارتي التهذيب الوطني والوظيفة العمومية، واصفة أي محاولة لإقرار نظام الأسلاك لا تحوي الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق المذكور بأنها ستكون محاولة مرفوضة. وظلت حصيلة سنة التعليم والتكوين في موريتانيا مثار جدل واسع بين النقابات والحكومة، في وقت تعتبر بعض النقابات أن سنة التعليم لم تختلف عن سابقاتها فيما يتعلق بالعناية بالمدرس وظروف التدريس، ترى الحكومة أنها قدمت إنجازات عديدة لصالح التعليم، من بينها تشييد بنى تحتية واكتتاب مزيد من المدرسين وافتتاح مؤسسات تعليمية جديدة. ومعنا في الاستديو أحمد محمود والبيدة الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي. أهلا وسهلا. أن حذرتم في بيانكم من إقرار نظام الأسلاك وفق صيغة غير توافقية، ما الصيغة التي جرى الاتفاق عليها بين النقابات والوزارة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية أشكر قناة المرابطين على هذه الفرصة التي أتاحت لنا. نحن في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي قدمنا عريضة مع بداية السنة الدراسية للوزارة المعنية التي هي وزارة التهذيب، وعلى رأس عريضتنا المطلبية النقطة المتعلقة بإقرار نظام الأسلاك، وهو مطلب قديم جديد عندنا، وحتى الآن نحن نريد أن يتم تطبيق هذا النظام الأسلاك وفق الاتفاق الذي تم إبرامه بين النقابات والوزارتين المعنيتين اللتين هما وزارة
التهذيب ووزارة الوظيفة العمومية سنة 2012، ولا نريد أن يطبق بالصيغة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء سنة 2007. ما الصيغة التي جرى الاتفاق عليها؟ الصيغة هي أنه في يناير سنة 2012 تم الاتفاق على مراجعة لنظام الأسلاك، بموجبه يصبح سلك أساتذة التعليم الثانوي في نظام الوظيفة العمومية في السلم الوظيفي أهكت بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي من السلك الثاني، يصبح أساتذة التعليم الثانوي من السلك الثاني في السلم الوظيفي من سيس اللي هو أشل إديكاتيف سيس، باعتبار أنه سيتم اعتبار سنوات التكوين هي سنوات تكوين شهادة المتريز التي حصلوا عليها في الجامعة ودخلوا بموجبها في المدرسة العليا للتعليم، وبالتالي تحسب لهم سنوات التكوين المهني أيضا في هذه المدرسة، ويصبح سلمهم في الوظيفة العمومية في هذه الرتبة، وكذلك أساتذة التعليم الثانوي من السلك الأول يصبح أيضا ترتيبهم في هذا السلم الوظيفي هو أهكت، بمعنى أنه تحسب لهم أيضا سنوات التكوين في المدرسة العليا للتعليم اللتان هما سنتان إضافة إلى سنتين تخرجا بها أو دخلا بها إلى في البيان أوردتم في البيان أن وزارة التهذيب لا تتعاطى مع التظلمات المرفوعة إليها، وأن حقوق الأساتذة الخريجين تأخرت 3 أشهر، وأن بعض العلاوات أيضا الأخرى متأخرة. هل تعتزمون القيام بخطوات تصعيدية؟ نحن نأمل ونرجو أن تصغي الوزارة إلى كل هذه النقاط التي تضمنها بياننا الأخير، وأن تستجيب لها فورا، وهذه النقاط التي تضمنها بياننا كما ذكرتم هي تنديدنا بتأخر دفع العلاوات الطباشير والبعد، وكذلك تأخر تسديد رواتب الأساتذة الخريجين الذين مضى عليهم أكثر من قرابة 4 أشهر وهم في مناطق نائية في تم تحويلهم إلى مناطق نائية من الوطن ويحتاجون إلى هذه رواتبهم، ما في ذلك الشك أنهم يعيشون أوضاعا صعبة. وأيضا طالبنا بالتعاطي الإيجابي مع التظلمات التي رفعت النقابة سابقا للوزارة بخصوص تأخر أيضا علاوات مديري الدروس والمراقبين العامين الذين تم ترقيتهم سنة 2014، أي مضت عليهم الآن حوالي سنة تزيد ولم يأخذوا هذه العلاوات. وصفتم سنة التعليم بأنها مرت دون أي تحسن مادي أو معنوي للأساتذة، هل تنظر النقابة إلى حصيلة سنة التعليم من زاوية واحدة هي جيب الأستاذ؟ نحن فعلا أصدرنا في بيان سابق لهذا البيان في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تقييمنا لسنة التعليم التي كانت سنة 2015، وأوضحنا في ذلك البيان أن السنة الماضية لم تحمل أي جديد للأستاذ لا من الناحية المادية ولا المعنوية، لأنه لم تتم خلال هذه السنة التي كانت سنة التعليم وأعلنها رئيس الجمهورية، ونحن متأكدون من صدق نية رئيس الجمهورية في إعلانه سنة 2015 سنة للتعليم، ولكن الحكومة لم توفق في تطبيق إرادته من خلال جعل هذه السنة بالفعل سنة للتعليم، وأن يتمثل ذلك في زيادة علاوات الطباشير وعلاوات البعد واستحداث علاوات جديدة لملا، هذا ما كنا نتوقعه، بما باختصار أننا كنا نتوقع أن يتم فيها تحسين لظروف المدرسين. إذا أحمد محمود الوداع من العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، شكرا جزيلا لك. أشكركم. وقع وزير الصحة الموريتاني أحمد الجلفون ونظيره التشادية سان كيادوم اتفاقية تعاون في المجال الصحي تتيح للمرضى التشاديين تلقي العلاج بالمركز الوطني لأمراض السرطان بنواكشوط. وقال الجلفون إن المركز الوطني لأمراض السرطان أضحى مؤسسة مرجعية في المنطقة بفضل تجهيزاته العصرية وطواقمه الطبية. وتشكل الاتفاقية التي يتم توقيعها الآن لبنة جديدة في صرح التعاون القائم والذي يتعزز يوما بعد يوم تنفيذا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول
سيد يحيى والحدمين التي تسهر على تقوية التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في الدائرتين الإفريقية والعربية، وتفتح هذه الاتفاقية الباب لاستقبال المرضى التشاديين لتلقي العلاج في المركز الوطني لأمراض السرطانية الذي أصبح منشأة مرجعية في المنطقة بفضل التجهيزات العصرية التي يتوفر عليها والطواقم البشرية الموجودة به والتي تمكنه من تقديم خدمات علاجية جيدة بالأشعة والطب النووي والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات حول هذا المرض الفتاك وغيره من الأمراض. وأستغل هذه السانحة لأدعو مسؤولي المركز الوطني للأنكولوجيا إلى بذل الجهود الضرورية لتخصيص استقبال لائق للمرضى التشاديين القادمين للعلاج فيه. دعت مبادرة إنصاف الحقوقية خلال احتجاج نظمته أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، دعت السلطات الموريتانية إلى مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراح المهندس الموريتاني المعتقل بسجن غوانتنامو منذ 14 عاما. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. مبادرة إنصاف الحقوقية تحتج من جديد في نواكشوط تنديدا باستمرار اعتقال المهندس الموريتاني بسجن غوانتنامو محمد والسلاحي منذ 14 سنة. ودعا المشاركون في الاحتجاج الذين أثروا الاحتجاج هذه المرة أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، دعوا السلطات الموريتانية إلى بذل جهود مضاعفة من أجل تحرير والسلاحي، السجين الموريتاني الوحيد بغوانتنامو الذي سلمته بلاده. ويأتي هذا الاحتجاج بعد حوالي 3 أسابيع من مساءلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي واللميمو حول جهود موريتانيا في سبيل إطلاق سراح والصلاحي، مساءلة قال الوزير خلالها إن اتصالات السلطات الموريتانية متواصلة في سبيل إطلاق سراح والصلاحي، وإنه اتصل رسميا بالجهات المعنية وأبلغهم رفض السلطات الموريتانية استمرار معاناة مواطنها. وكانت السلطات الأمريكية قد أفرجت منذ أزيد من شهرين عن المعتقل الموريتاني أحمد العبد العزيز الذي اعتقل بباكستان منذ 2002 ليحال بعد ذلك إلى غوانتنامو. إطلاق سراح جعل أهالي وذوي المهندس محمد والصلاحي يستبشرون بأمل خروجه من السجن، وقد أصدر والصلاحي من داخل زنزانته مذكرات عنونها بيوميات غوانتنامو تحدث فيها عن أوضاعه بالسجن وقد ترجمت إلى 20 لغة. ومعنا في الاستديو حمود ولي النباغ رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين الموريتانيين بغوانتنامو، أهلا وسهلا. انحراك جديد من نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح المهندس محمد دول السلاحي، إلى أي حد يعول عليه في تحريك هذا الملف لدى السلطات الأمريكية؟ نحن اليوم للأسف في السنة 14 لاعتقال محمد دول السلاحي، ولكن هذا اليوم هو اليوم العالمي لإغلاق معتقل غوانتنامو. والمبادرة الشعبية للدفاع عن معتقل غوانتنامو هي إحدى المكونات الأساسية للتنسيقية الدولية ضد معتقل غوانتنامو. نذكر بأن العمل الذي قمنا به خلال السنوات الماضية أفضى إلى تحرك قوي قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة، أدى إلى إطلاق سراح أحمد العبد العزيز. كنا نتوقع أن يكون محمد دول صلاحي في نفس الفترة يصل إلى نواكشوط، لكننا للأسف لم نحصل على ذلك حتى الآن، لكن لدينا تعهدات ولدينا أيضا أنباء بأن الحكومة الموريتانية جادة بشكل فعلي، خاصة الرئيس محمد العبد العزيز، من أجل إطلاق سراح محمد والصلاحي. يعني ما تقييمكم لجهود الحكومة الموريتانية السلطات في سبيل إطلاق سراح والصلاحي حتى الآن؟ نعم، نحن يجب أن نكون واقعيين. هنالك بعض البلدان التي ترفض رفضا باتا استقبال مواطنيها، هنالك بعض البلدان التي تعتقل مواطنيها وتسجنهم وتعذبهم بعد معتقل غوانتنامو. نحن اليوم في وضعية فيها الحكومة الموريتانية تطالب بإطلاق سراح معتقليها، وعندما يصلوا إليها تقوم بإطلاق سراحهم وتوصلهم إلى ديارهم سالمين آمنين. هذه خطوة يجب أن نشجع عليها الحكومة الموريتانية وأن نشكرها عليها وأن نطالبها بأن محمد دول صلاحي كل يوم يمضيه في غوانتنامو هو سجن تحكمي، لأن قاضي فيدرالي أمريكي أمر بإطلاق سراحه. وكذلك هنالك
قضية مهمة جدا يجب أن ننظر إليها، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما نجاحه في الانتخابات الأمريكية كان على أساس إغلاق معتقل غوانتانامو. حتى الآن لم نصل إلى ذلك، لكن في الأسبوع الماضي اتخذ قرارا شجاعا في قضية السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، فلماذا لا يتخذ قرارا شجاعا من أجل حقوق الإنسان بإغلاق معتقل غوانتانامو؟ كذلك يجب أن نذكر بأن محمد أبو الصلاحي وللأسف فقدنا والدته المرحومة في السنة الماضية، وفقدنا أخوه المناضل محمد بن الصلاحي، وها نحن الآن نفقد بعضنا البعض بعض الآخر. هل يجب أن نموت جميعا من أجل أن يطلق محمد أبو الصلاحي؟ طيب البعض يقول أن السلطات تنتظر حتى يطلق سراح الصلاحي لتقول أن إطلاق سراحه جاء بثمرة جهودها كما حصل مع أحمد عبد العزيز، ما تعليقك على هذا؟ لا، هذا غير صحيح. أحمد عبد العزيز لم يتم إطلاق سراحه لكي تتبنى الحكومة ذلك، لأن إطلاق سراح المعتقلين في غوانتانامو هو عملية معقدة جدا وصعبة جدا، ولا يطلق سراح المعتقلين، بل يسلم كل لدولته بعد أن تعطي الضمانات الكافية وأن توقع على الكثير من الرسائل التي تتبادلها مع الحكومة الأمريكية، ثم يوصل المعتقل بطائرة تكلفة حملها من غوانتانامو إلى نواكشوط تقارب $2 مليون. معنى ذلك أن إطلاق سراح ليس مجرد سجين بسيط يتم إطلاق سراحه، هذا غير صحيح ولا يمكن أن ننظر إليه، لأننا بهذه الطريقة نقول للحكومة أنتم لا تفعلوا شيئا، هذا الشخص سوف يطلق سراحه وأنتم تنتظرون أن يطلق سراحه، هذا غير صحيح ولا يجب أن يكون هذه هي الطريقة التي نرد بها الجميل على جهود حكومية قوية قامت بها حكومة المهندس يحيى الحدامين، وكذلك بضغوط قوية من رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز وبعمل جبار من الدبلوماسية الموريتانية خاصة السفارة في واشنطن. لا يمكن في هذه الحالات أن نعطي على العلن ما قامت به الحكومة الموريتانية، هذه القضايا تكون سرية للغاية وتتجه نحو السرية حتى بعد مضي زمن طويل عليها، لا يمكن أن تعطى بالتفاصيل ما تقوم به الحكومة الموريتانية من أجل إطلاق معتقلها في غوانتانامو، وإلا فلن يطلق سراح محمد بن الصلاحي أبدا، إذا أعطيت أي معلومات فلن يطلق سراحه. طيب ماذا عن المجهود الحقوقي لإطلاق سراح الصلاحي؟ البعض يصفه بالموسمي، كيف ترى ذلك؟ يمكن للبعض أن يصفه بالموسمي، نحن كنا في فترة كنا فيها نتعرض للإهانات ولتوقيف ولكثير من العراقيل في السنوات الماضية 2004 2005 وحتى في 2006 حتى بعد انقلاب العسكريين، وصلنا حتى فترة الرئيس سيدي الشيخ عبد الله عندما جاء السيد أمين بدأت الأحوال تتغير بشكل قليل، لكن عندما جاء الرئيس محمد بن عبد العزيز أنا شخصيا في أول مرة التقيت به طلبت منه العمل من أجل إطلاق معتقل غوانتانامو، وقد تعهد بذلك وعمل بذلك بشكل فعلي. الوزير السابق أحمد التجدي لعب دورا كبيرا في قضية معتقل غوانتانامو، السفارة الموريتانية في واشنطن تعمل بشكل جيد في هذه القضية، الجيش الموريتاني لعب دورا كبيرا حتى أن مسؤولين منه زاروا المعتقلين، هذه المعلومات أقولها لأول مرة لكي تفهموا أن الحكومة الموريتانية تعمل بشكل جدي من أجل إطلاق المعتقلين، لن أقول أسماء الضباط، لن أقول متى حدث ذلك، لكن لتفهموا بأن هنالك عمل قوي جدا تقوم به الحكومة الموريتانية، ليس المهم منه هو أن تكون قضية إعلامية تتصدر في إنجازات رئيس الجمهورية أو الحكومة، لا، لكن نحن كحقوقيين علينا أن نقبل بالقول عندما يحدث شيء إيجابي في المجال الحقوقي، علينا أن نعترف به، إذا كنا ننكر كل شيء كما يحدث في السياسة فمعنى ذلك أننا نقوم بعمل سياسي ليس هو الهدف من عملنا الحقوقي، والذي لا يقترب من أن يكون موسميا بل هو عمل متواصل. حمود النباغة رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين، أطالب بإطلاق سراح أبيرام ولداه والعبيدي، لن تعطيني فرصة لكلمة أخيرة، وطالب سلطات الموريتانية بإطلاق سراح المعتقل بيرام ولداه العبيدي وإبراهيم والبلال في أقرب فرصة ممكنة، وأشكركم. إلى الشأن الفلسطيني، حيث اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية مقر جامعة بيرزيت الفلسطينية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وصادرت معدات وأجهزة وحواسيب وفق ما أكدت إدارة الجامعة. نتابع. اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين مقر جامعة بيرزيت الفلسطينية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وصادر معدات وأجهزة وحواسيب وفق ما أكدت إدارة الجامعة الاثنين. ونشرت الجامعة على موقعها صورا للمكاتب التي تم اقتحامها بما في ذلك داخل مجلس الطلبة، حيث تناثرت محتويات الخزائن على الأرض، بينما ألقيت أجهزة الكمبيوتر التي انتزعت محركاتها الصلبة على الأرض. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي
إن الجيش اقتحم الجامعة مشيرا إلى أنه قام بمصادرة مواد من بينها مواد دعائية للكتلة الإسلامية المعروفة بارتباطها بحركة حماس. من جهة أخرى، رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 6600 حالة اعتقال تمت خلال العام 2015، من بينها 1930 طالت أطفالا. وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز إن ما يقارب ثلث حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال كانت لقاصرين تحت سن 18 عاما، فيما تميزت تلك الاعتقالات هذا العام بالتركيز على الأطفال الصغار ما دون 14 عاما. ووصلت حالات اعتقال الأطفال لاعتقال من لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ويسعى الاحتلال لاستصدار قرار يبيح السماح باعتقالهم وسجنهم بخلاف ما هو منصوص عليه حاليا في قانون الاحتلال. ووفق مؤسسة الضمير المختصة في شؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال على مدى الأسابيع الماضية ما يزيد عن 2000 فلسطيني، بينهم 350 طفلا، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الصهيونية من 156 طفلا في نهاية أيلول سبتمبر الماضي إلى حوالي 400 طفل في تشرين الثاني نوفمبر. ويأخذ حقوقيون دوليون على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتماد على قانون الطوارئ الذي يتيح استخدام سياسة الاعتقال الإداري في القدس، وهي سياسة لم تعتمدها إسرائيل بحق الأطفال المقدسيين منذ عام 2000 وفقا للتقارير الموثقة من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. نظمت في العاصمة نواكشوط ندوة حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شارك فيها عدد من الفقهاء والأئمة والأدباء. الندوة منظمة من طرف مجمع الشيخ علي الشيخ والإمام الإسلامي تحت عنوان السراج المنير، وقد تخللها إلقاء قصائد مديحية بالأدب الفصيح والشعبي. من لزم ما نلف الكلمة يكون في مدحك ينبية، ما خلاك تستاهل معينية في المدح علي. صليت عليك بقد اللي في الكون يسبح ويصلي، وبقد اللي فيه مولي ما يعرف هي شن هي، وبقد اللي يمشي واللي في الحيين من نفس حية، وبجاهك لا تبدل لي بالمعلومة المحالية، ومن لزمي ما نلفظ كلمة يكون في مدحك يمي. نختيرك عنيانة وهلي وارضي واللي قط ودهلي، وانت قدوتي واشبهلي، وندور فيك الربية يوم المحشر، وتنبه لي ينبية واحكم بيدية، لا يتلاحق بي جهلي وتبع ريصي وتعامية، ومن لزمي ما نلفظ كلمة يكون في مدحك يمي. لما قبلك درقت في اشكال الشركلين صعاب الحال، لما قبلك درقت في اشكال الشركلين صعاب الحال، والضلال وكانت بحبال الجاهلية مذنية. ناقش المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ في ندوة نظمها بنواكشوط حياة ومؤلفات الأديب الموريتاني الراحل الدكتور محمد والعبدي في ذكرى وفاته الأولى، من خلال مؤلف جديد للدكتور بدي واللبنو محمد والعبدي وهج المعنى والمنفى. نتابع. المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ يناقش في ندوة بنواكشوط حياة ومؤلفات الأديب الراحل الدكتور محمد والعبدي من خلال مؤلف جديد للدكتور بدي واللبنو حمل عنوان محمد والعبدي وهج المعنى والمنفى، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته بمشاركة عدد من الأدباء والباحثين وبعض أفراد أسرة الراحل. محمد العبدي عندما نتحدث عنه، عندما نذكر الدكتور محمد العبدي، فنحن نتحدث أو نحن تتراءى لنا مرحلة شعرية في موريتانيا. إذا قسمنا المراحل الشعرية تقسيما زمنيا، تتراءى لنا المرحلة التي بدأت فيها الحداثة الشعرية تغزو السوق الأدبي الموريتاني. هو طبعا جيل يمكن يطلق عليه جيل الثمانينات أو منتصف الثمانينات، هو الجيل الذي رحب بالقصيدة المعاصرة، رحب بميكانيزماتها، وبدأ ينتج نوعا نمطا آخر من الترميز ذا طابع موريتاني للقصيدة الموريتانية المعاصرة. الندوة بحسب المشاركين شكلت فرصة لرد جزء من الحق الذي تدين به الساحة الأدبية، وجيل من الشعراء للراحل محمد العبدي الذي ترك بصمته الأدبية والشعرية في الأدب العربي الحديث، مثمنين في الوقت ذاته أهمية هذه الندوة ودورها في الإثراء الأدبي. شكرا كذلك لمركز مبدأ وللأستاذ بوياتي على هذه المبادرة، وأتمنى أن
يكون على الأقل جزء صغير من الحق الذي نحن مديننا به، والله بعد أنا وربما جزء كبير من الجيل الذي أنتمي إليه للصديق المرحوم الدكتور محمد العبدي رحمه الله. وكانت الندوة كمناسبة طلب من خلالها المشاركون فيها بتسمية أحد مدرجات كلية الآداب في جامعة نواكشوط وقاعة مطالعة بالمكتبة الوطنية باسم الدكتور محمد العبدي، وإنشاء دار نشر باسمه تثمينا لدوره في مجال الفكر والأدب في الثقافة الموريتانية والعربية. وتأتي هذه الندوة بعد مرور أسابيع على ذكرى وفاة الأديب محمد العبدي في صمت من طرف أدباء موريتانيا وشعرائها، وكأن من عاش في المنفى ووري جثمانه فيه يسهل الصمت في ذكرى وفاته. أكد والي تاغانوت في اجتماع مع بعض ملاك واحات النخيل بالولاية خطورة مرض السوسة الحمراء الذي اكتشفت حالات منه في نخيل تاغانوت، وقد دعت هيئة إغاثة النخيل إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة المرض الذي قالت أنه دخل موريتانيا مع ظاهرة استيراد عينات النخيل من الخارج. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. ظهور حالات من مرض السوسة الحمراء في بعض واحات النخيل بولاية تاغانوت وسط موريتانيا، وذلك بعد استيراد عينات من النخيل من خارج البلاد، وهو ما بات يثير الهلع في أوساط المستثمرين في النخيل والمهتمين بمجال البيئة. والي تاغانوت عقد اجتماعا بملاك النخيل في الولاية، قال فيه إنه يشعر الحضور بخطورة المرض على واحة النخيل، داعيا إلى العمل على محاصرته وإبلاغ السلطات فورا بالحالات التي تظهر في أي منطقة من الولاية. كما تحدث عن إجراءات سيتم اتخاذها لمنع نقل النخيل أو إعادة غرسه واستيراده. بعض الناشطين والخبراء في مجال البيئة أرجع ظهور حالات من مرض السوسة الحمراء في نخيل تاغانوت إلى ظاهرة استيراد النخيل من خارج البلاد، حيث أكد الأمين العام لهيئة إغاثة النخيل الشيخان والسيدينة أن المرض يعود إلى حاوية من النخيل غير المفحوص تم استيرادها مؤخرا من بعض دول الخليج العربي، وحذر من خطورة المرض الذي قال إنه قادر على قتل جميع نخيل موريتانيا إذا لم تتخذ إجراءات صارمة، عدد من بينها إجراء حجر صحي على نخيل تاغانوت واتخاذ قرار وطني لحظر استيراد النخيل من المناطق الموبوءة وإصدار نداء دولي لتقديم المساعدة التقنية والمالية. ويشكو ملاك النخيل في موريتانيا مما يقولون إنها أمراض فتاكة أصابت واحة النخيل في مناطق واسعة من الوطن دون اكتشافها في الوقت المناسب، ولم تتمكن الجهات الحكومية المعنية من محاصرتها والحد من انتشارها. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. ملتقى في العاصمة نواكشوط يبحث دورا للإعلام في ترقية التعليم بعد سابعة من انتهاء عام التعليم والتكوين في موريتانيا. موريتانيا توقع اتفاقية تعاون مع تشاد في المجال الصحي تسمح للتشاديين بتلقي العلاج بمركز أمراض السرطان في نواكشوط. مبادرة إنصاف تحتج أمام القصر الرئاسي في نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل الموريتاني بغوانتنامو محمد دول صلاحي. يمكنكم مشاهدينا الكرام طبعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.